وكان الرسول يمشي صلى الله عليه وسلم، فلما تزاحم عليه الناس ولم يستطيعوا أن يروه كلهم، ركب على القصواء على دابته ووقف وهو يقول للناس: خذوا عني مناسككم. وها نحن إلى اليوم حتى الحصى نرميه كما رماه صلى الله عليه وسلم. ثم وصل إلى عرفة وخطب الناس خطبة الوداع، وقف والتفت على الناس وهو على دابته وقال: يا أيها الناس اسمعوا عني واعقلوا، اسمعوا عني واعقلوا، فإني لا أدري لعلي لا أراكم بعد هذا العام. فوقف العباس وربيعة بن أمية يكررون كلام النبي ويرفعون الصوت، ثم قال لهم رسول الله: أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذا الشهر الحرام، وهذه البلد الحرام، وهذا يوم عرفة. ثم اسمعوا ماذا قال لهم: يا ليت الأمة المتناحرة المتقاتلة تسمع هذا الكلام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، عرضه وأعراض كثير من المسلمين اليوم تلاك من قبل بعض إخوانهم. ثم قال رسول الله: أيها الناس اتقوا الله في النساء. هنيئا للمرأة التي ما نسيها رسول الله حتى في آخر حياته: اتقوا الله في النساء. قالوا: يا رسول الله أو تذكرهن، يعني في هذا المشهد؟ قال: اتقوا الله في النساء، فإنهن أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. أيها الناس اسمعوا عني، اسمعوا عني ما أقول واعقلوه، إنما المسلمون إخوة يجمع صلى الله عليه وسلم ولا يفرق. ثم قال: يا أيها الناس إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي يوم القيامة. والحديث رواه ابن ماجه قال: فلا تسودوا وجهي يوم القيامة فإني آتي يوم القيامة أستنقذكم من النار، فيقال لي: دعهم، فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فلا تسود وجهي. أيها الناس، أيها الناس، إنكم ستسألون عني يوم القيامة، والله سيسألكم ويستشهدكم: هل ستشهدون أني بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ فارتفعت أصواتهم، قالوا: نشهد، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله يا رسول الله حق جهاده. فقال: يا ربيعة قل لهم يعيدوها مرة أخرى. فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع يديه وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفي آخر ساعة في يوم عرفة نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر: ففرحت بهذه الآية لأن فيها دليل انتصار واكتمال الدين. أما أبو بكر سمعها وبكى رضي الله عنه، فقالوا: لماذا تبكي يا أبا بكر؟ قال: والله إن الله قد نعى لنا رسوله، وما من شيء يكتمل إلا وله نقصان، وإن الأمة ستودع حبيبها
ورسولها صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الرسول إلى منى في يوم النحر وسألهم نفس السؤال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ فقالوا: الناس ظننا أنه سمي بغير اسمه. قال: أليس هذه منى؟ قلنا: بلى. قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: ألسنا في ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، اتقوا الله يا من تقعون في أعراض المسلمين والمسلمات، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام حرام. والرسول يحذر الأمة من الأعراض والدماء كأنه يرى حال الأمة اليوم. الأمة دماؤها في كل مكان، وأعراض تلاك على كثير من الألسن وكثير من المواقع. ثم وصل الكعبة صلى الله عليه وسلم والتزم الكعبة وبكى، ثم بكى عمر لبكائه وقال: هنا يا عمر تسكب العبرات. ثم التفت على الناس وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر، ويوشك أن يأتيني رسول ربي فيقبض روحي، وإنكم ستسألون عني، فأسألكم بالله ماذا ستقولون عني لربكم؟ فقال: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وجزاك الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى المدينة، واجتمع الناس في المسجد فنظر إلى المهاجرين والأنصار الذين بذلوا كل غال ورخيص، وقال للناس في المسجد: أيها الناس، اشهدوا أني رضيت عن أبي بكر فرضا عنه، واشهدوا أني رضيت عن عمر، واشهدوا أني رضيت عن عثمان، واشهدوا أني رضيت عن علي، واشهدوا أني رضيت عن طلحة، واشهدوا أني رضيت عن الزبير. وعد العشرة المبشرين، ثم قال: اشهدوا أني رضيت عن المهاجرين والأنصار، اعرفوا ذلك عني أيها الناس. ثم قال: أذكركم بأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. ثم قال: احفظوا أصحابي، لا يبلغني أنكم ظلمتم أصحابي، لا يبلغني أنكم ظلمتم أصحابي يوم القيامة. يا ويل الرافضة الذين تعدوا على صحابة رسول الله. ثم قال رسول الله: ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، أي احذروا من قذف المسلمين. ثم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه ظلة، فرأيت غمامة في السماء. قلت: هؤلاء أمتي؟ قالوا: لا، هؤلاء قوم موسى. فرأيت سوادا أعظم منه، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسألت الله أن يزيد كل 70,000 70,000، فزادهم الله 70,000. عمر النبي 63 عاما، وبدأ يصلي من التعب وكبر السن، يصلي الرواتب جالسا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا عائشة، لقد حطمني الناس. يقول عمر: دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس يصلي وهو جالس، فقلت: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود يا عمر. قال: وأي شيء شيبك فيها؟ قال: قول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم دخلت عليه فاطمة فضمها صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة،
لن يكون في أمتي أحد ولا امرأة من بعدك أشد بلاء ومصيبة منك حينما أموت، فاصبري يا فاطمة. فقالت رضي الله عنها: الله المستعان. بقي 13 يوما ونزل على رسول الله. اسمعوا آخر آية نزلت على رسولكم، تأملوها وتخيلوا أن هذه اللحظة هي آخر لحظات حياتكم وأعماركم. نزل عليه وختم القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخذ النبي يفكر وهو جالس يتذكر يوم قالت قريش عنه مذمما، ويتذكر يوم طردوه من بلده، ويتذكر يوم أحد، يوم قتل حمزة وقتل 70 من أولئك المؤمنون، يتذكر يوم اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتذكر أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رسول الله: خذوني إلى شهداء أحد. يقول أبو مويهبة: فأسرجت له دابة فركبها في ليل دامس فوقف عند شهداء أحد كأني به ينظر إلى جبل الرماة وينظر إلى ما فعله أولئك الأوجاس، فإذا برسول الله يقف عند الشهداء ويقول لهم: السلام عليكم، أنتم السابقون وأنا بكم لاحق. ثم يبكي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مويهبة: فقلت: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: إنني اشتقت لإخواني. قال: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أسألكم بالله، هل في قلوبنا شوق وحنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقف على أهل البقيع ويسلم عليهم، يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. فمرض النبي، مرض عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أن يخرج يصلي بالناس، وقال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أحس مرة من المرات أنه يستطيع أن يصلي بالناس، فقال: احملوني إلى المسجد. يقول: فرفعناه، رفعه الفضل بن العباس ورفعه عليه، فأخذناه إلى المسجد وصلى صلى الله عليه وسلم وأتم بأبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله إلا أن يأتم كل نبي برجل من أمته حتى يحمل الرسالة من بعده. اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم ونادى زوجاته، وكانت الليلة الأخيرة ليلة ميمونة، فاستأذنهم أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فدخل عليه علي والفضل وحملاه، والناس ينظرون. أخرجوه من بيت ميمونة إلى حجرة عائشة، فقلق الناس على رسولهم وإمامهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. ودخل عند عائشة وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول عائشة: فوضع رأسه على صدري وأخذت أمسح عرقه بيده لأنها أكرم وأطهر من يدي، وتقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فنزع يدها وقال لها: لا تفعلي. كان ذلك في المدة، يعني الآن هذا وقت موت،
فعرفت أنه ميت. تقول رضي الله عنها، تقول: والمسجد كان مليئا وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله، فقال: ما هذا الصوت؟ قالت: صوت الناس في المسجد يخافون عليك. قال: صبوا علي ماء. وصبوا عليه 7 قرب من شدة الألم والمرض، وحملوه إلى المنبر، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، وسكت الناس وكشف عن وجهه، فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف، وقال: يا أيها الناس، بلغني أنكم خائفون علي. أيها الناس، موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تهلككم كما أهلكتهم. وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله فاختار الرفيق الأعلى، فما فهم الصحابة شيئا من كلامه، ففهم أبو بكر أنه يودع، فقام أبو بكر والرسول يخطب وقال: فدتك نفسي، فديتك بأبي، فديتك بأمي، فديتك بمالي، فديتك بكل ما أملك. فأسكت الناس الصديق، قالوا: اسكت يا أبا بكر. فغضب النبي، قال: دعوا لي صاحبي، ما لكم ولأبي بكر، والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر، فإنني لم أستطع أن أجازيه، وإنني تركت جزاءه على الله، اتركوا لي صاحبي، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم إلا أبو بكر، فإن جزاءه عند الله جل وعلا. أيها الناس، من أخذت من ماله فهذا مالي، ومن جلدت ظهره فهذا ظهري، ومن مسست عرضه فهذا عرضي. فقام عكاشة فقال: أنا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني، وإني أريد أن أقتص منك. فرفع ثوبه على المنبر، قال: قم فخذ حقك مني. فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل، فلما أقبل على رسول الله انكب على بطنه وضمه وبكى صلى الله على رسول الله. ثم قال رسول الله ويختم: أيها الناس، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، يا أمة محمد، هذه وصية رسولكم، يا من تركتم الصلاة، أسألكم بالله، خذوها وصية من رسول الله قبل موته. الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. ثم قال: الله الله في صلة أرحامكم، الله الله في نسائكم، أوصيكم بالنساء خيرا، وأوصيكم بالأنصار خيرا. يا أيها الناس، إنما أنا بشر، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإني لا أنفع ولا أضر. ثم أخذ يرفع يده ويدعو: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله، رفعكم الله. ثم قال: أيها الناس، اسمعوها أيها الناس، قال: بلغوا عني السلام، وبلغوا مني السلام، كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة،
وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك صلى الله عليك يا رسول الله. لك منا السلام ومن أبنائنا ونسائنا، نفديك بأرواحنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. تقول عائشة: فدخل النبي علي فوضع رأسه على حضني أو في صدري، ودخلت عليه فاطمة فقربها إليه وقال: يا فاطمة، كلاما، ثم بكت، ثم قربها فضحكت، قال لها: يا فاطمة، في الأولى إنني أموت يا فاطمة، وأنا أموت الآن، وأنت أول من يلحق بي. كانت آخر صلاة يصليها الناس الفجر والرسول حي في مثل هذا اليوم، يوم اثنين، ففتح الستار ورأى الناس يصلون وتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم أشار يصلوا، ولما طلعت الشمس وأشرقت فإذا بجبريل عند بابه. تقول عائشة: استأذن جبريل أن يدخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام ثم قال: إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك. يقول: فأذنت له. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير. دخل عليه ملك الموت فسلم، قال: السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك. وقال لي: خيره بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى. وقالت عائشة: سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى. فقلت: والله لا يختارنا، والله لا يختارنا. تقول عائشة: فرفع يده يشير بسبابته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسقطت يده وثقل رأسه على صدري، فعلمت أنه قد مات. وعلمت. تقول: فقمت ففتحت الباب فصرخت في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بابه، فدخل عليه أبو بكر فحمله وقال: وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلاه، ما أطيبك حي وما أطيبك ميت. يقول أبو بكر: فخرجت ووجدت عمر يقول: إن محمد ما مات، إن محمد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. من قال أن محمد قد مات لأقطعن رأسه. فدخل أبو بكر وقال: اسكت يا عمر، أفتان أنت؟ ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم دخلوا على رسول الله وأرادوا أن يغسلوه، فغسله الفضل والعباس وعلي. قال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: أنحن الأنبياء؟ إذا متنا لا تخلع ثيابنا. فغسلناه بثيابه. قال: وسمعته يقول أيضا: نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا. يقول: فحفرنا له في حجرته وفي مكان موته، ثم صلينا عليه زرافات ووحدانا. يقول أبي بكر: سمعت رسول الله يقول: ثم ضعوني على شفير القبر
وصلوا علي زرافات ووحدانا ثم اتركوني فإن الله سوف يصلي علي وملائكته. ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم ووضعوه في التراب، وكل أرض تشرف أن تكون قبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت فاطمة والصحابة يحثون التراب على الرسول، قالت: وكربابته إلى جبريل ننعاه وفي جنة الفردوس مأواه. يا أصحاب محمد، أطابت أنفسكم أن تحثوا ترابا على رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ فانفجر الناس بالبكاء وذهب الناس إلى بيوتهم، وكانت الليلة الأولى التي يبيتون ورسول الله ليس معهم. قام أبو بكر، قام بلال يريد الأذان، فلما أذن ووصل إلى قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بكى رضي الله عنه، وبكى الناس جميعا وما استطاع أن يكمل. يقول: فاستأذنت أبا بكر أن يعفيني من الأذان فعفى عني، لأنني لم أستطع أن أؤذن والإمام قد مات صلى الله عليه وسلم. وبكى الناس وأصبحت المدينة مظلمة، حتى قال أنس: والله إنا رأينا نورا دخل المدينة يوم دخلها رسول الله، ورأيناها قد أظلمت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المؤمنون، وصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. إن كان مات رسول الله فما ماتت رسالته. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. أيها المؤمنون، هذا وفاة حبيبكم محمد، وقد ترك لكم سنته. ولاحظوا، يولد يوم الاثنين والشمس قد أشرقت، ويموت يوم الاثنين والشمس مشرقة، كأن الله يقول لنا: أشرقت الشمس مع ولادتك لأن رسالتك ووجودك كلها نور، وتموت والشمس مشرقة لأنك خلفت لهم الرسالة والنور. إن كان قد مات فما ماتت رسالته، إن كان قد وسد قبره فهو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خير لكم حي وخير لكم ميت، أما في حياتي فأهديكم إلى الله، وأما بعد مماتي فتعرض علي أعمالكم يوم الخميس، فما كان منها خيرا حمدت الله، وما كان منها شرا استغفرت الله لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أو تعرفنا؟ قال: أعرفكم بأسمائكم وأنسابكم وأحسابكم، وأحسب أنه قال كما قال الراوي: وأماكنكم. ثم قال المغيرة: فرميت خاتمي على قبره أو نحو قبره، قلت: لعلي أصيب شيئا منه قبل موته. فهذه سنته، وهذه سيرته بين أيدينا. اقتفوا بسنة رسولكم يا حكام المسلمين، هذا رسول الله أعظم قائد، فكونوا على ما كان عليه. يا علماء المسلمين، هذا رسولكم أحلم رجل وأعلم رجل بربه، فكونوا كما كان عليه. يا علماء ويا دعاة ويا مربون ويا مصلحون ويا أمة ويا شباب ويا رجال ويا فتيان ويا نساء ويا فتيات ويا إعلاميين ويا كل مسلم، بل يا كل إنسان، اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلن تندبوا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا على محمد بن عبد الله وأكثروا عليه من الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا خيرا وخير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، اللهم اجزه عنا وعن أمة محمد كلها خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم يا الله، إنني في هذا المقام وإخواني الفضلاء والقائمين على هذه الشاشة المباركة، اللهم إنا نرجو في الحديث عن سيرته، اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم اجعل كلامنا خالصا،
اللهم اجعل قولنا خالصا وافعالنا خالصة. شكر الله لكم يا قناة بداية، وشكر الله لكم أيها المتسابقون، شكر الله لكم يا من تشاهدون. والله لو لم نخرج من هذا البرنامج إلا بالحديث عن الحبيب كفانا بها فخرا وكفانا بها سيرة. جزى الله من أعانني وأعانكم على بث سيرته، ونعتذر إليه من تقصيرنا. اللهم إنا قصرنا وفرطنا في التطبيق والاقتدام. اللهم إني أسألك أن تنزل هذه الساعة الرحمة على كل من تسبب بهذا اللقاء المبارك. اللهم أنزل عليهم رحماتك. اللهم من كان مهموما فرج همه، ومن كان مكروبا نفس كربه. اللهم اجزي المتسابقين أبنائي وأحبابي في هذا البرنامج خير الجزاء، واستخدمهم في طاعتك. اللهم اجعل قناة بداية قناة خير ومنبر سنة ورحمة. اللهم أعنها وسددها والقائمين عليها، ومن أراد بالخير وبهم سوءا فأشغله في نفسه. اللهم يا حي يا قيوم اجزي من يشاهدنا رجالا ونساء كبارا وصغارا خير الجزاء. اللهم اجعل لهم من سنة حبيبك وسيرته تسلية لنفوسهم. اللهم إن فيهم المصاب، وفيهم المديون، وفيهم المهموم، وفيهم المظلوم، وفيهم العاصي والفاسق. اللهم إنهم لا يرجون إلا رحمتك. يا رب يا رب إنك تعلم نيتي وأنا العبد الضعيف. اللهم إني أسألك أن تخلصها خالصة لوجهك، ولا تجعل فيها حظ لأحد سواك. اللهم إني قصدت وجهك في قولي وفي ما حدثت به. اللهم اجعلها لي شفيعة ولإخوان يوم الدين. يا رب يا رب بلغنا بسيرة نبينا أعلى المراتب. اللهم إن أصبت فذاك منك، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عذرا لكم أطلت عليكم وعلى من يشاهدنا، لكنه حبيبنا ووداع أليم على قلوبنا. أوصي كل مبتلى وكل مصاب، كل من أصيب بمصيبة، أخص منهم إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي سائر المسلمين، أخص من فقدوا الأحباب والأهل، أخص المساجين والمرضى، أخص المظلومين، أخص من عنده حاجة وكرب شديد تعزوا بوفاة رسولكم. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. وإذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. اللهم أنزل علينا الرحمة في هذه الساعة، واجعلنا ممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. استغفر الله إنه كان غفارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.